160 ها عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم أخوتي عرفتوا فين غادي نمشي؟ غادي نمشي للطحطاحة. لهذا النهار غادي تكون واحد الجولة واعرة في مدينة بركان. غادي نشاركوا معكم الأجواء في نهار شهر رمضان. غادي نمشيو للطحطاحة ديك الجهة اللي كاينة تما، راكم عارفين كتكون عامرة بزاف في النهار بالخضرة، المهم بزاف ديال الحوايج اللي يتباعوا تما. كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه ان شاء الله غادي ندير شي فيديو في بركان ونشاركوا معكم الاجواء في شهر رمضان، وبالخصوص رحنا في الايام الاخيره ديال شهر رمضان. غادي نمشيو تما نشاركوا معكم الاجواء ونتمنى لكم فرجه ممتعه. لو كنتم مازال ما شاركتوش بالقناه ادعوكم للاشتراك بالقناه، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ويلا نتجولوا في مدينه بركان. واحد الجو اخوتي في بركان هذا النهار، السماء راها بيضه والعجاج، المهم الله يحفظه صافي. الجو بحال ديك المره الى عقلتو كان ديك العاصفه الرمليه، ايوا راه تقريبا بحال داك الجو. غير هو الصراحه ما كانش يعني الريح ولا العجاج، ولكن الارض عامره بالتراب. هاي درك راني في طريق السعيديه، راني متوجه للجهه ديال الطحطاحه وبنو سينا. شحال الجلبان؟ شحال 160 ها اللي ما بغاش ياكل 80 ناس عفران 80 مهود المغرب تاكلوا باطل 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 ارواح ارواح ورا 80 ورا 80 ورا 80 قروب و 80 دور القروب 240 غير 200 ولا 80 قروب يا خويا. السلام عليكم مرضي، كراك داير؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك بارك الله فيك. كلشي مزيان، رانا كنرحبوا بناس بركان، مرحبا بكم. اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل، ناس بركان راهم معروفين بالجوده والمليح. ومرحبا، عندنا تحياتي ها الخيرات وعندنا الجوده. ومرحبا اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل، الجوده راها كاينه. ومرحبا خويا الهرماس. مرحبا بك اخويا، مرحبا بك اخويا الهرماس. وروحوا للطحطاحه تاكلوا هذا الجلبان. قال الجلبانه 160 قال 160 مرحبا. النبيل المشكى المليح مروه 140 الكابي الاحمر بيتزا 200 دورو. ها المروه، روح اخوتي روح شريو علينا. آه شريو علينا ولا شريو علينا. بوعويده عنده المليح، داير ثمن مناسب. المليح المليح بوعويده 200 دورو، الجوده الجوده وثمن مناسب. راه 140 جوج كيلو. الله يحفظ خويا، واه يعطيك جوج كيلو. ها مرحبا خويا، مرحبا خويا، مرحبا هادي الخيرات اخوتي في الطحطاحة. تبارك الله.
هاي اخوتي الباربه هنا شحال راه دايره؟ اخويا الباربه 100 دورو. القرنع؟ القرنع اخويا 100 دورو. 100 دورو حتى هو. وهاد الليم شحال راه داير؟ 160. الليم 160. دنجال؟ دنجال 140. دنجال 140 7 دراهم. خيار 140 7 دراهم حتى هو. البسباس 6 دراهم. فلفله؟ فلفله 1000. الزروديه شحال راه داير؟ 7 دراهم. هاي كل قرعه عاود؟ شويه غاليه 240. 240 والمطيشه لهيه؟ المطيشه 7 دراهم. 7 دراهم. والجلبانه؟ الجلبانه 240 12 درهم. والفول؟ الفول 100 دور. ايوه الخيرات تبارك الله. يبان لي هذا الشيء طري والله. لا خير الخير تبارك الله. هذه الاجواء في الطحطاح الخوت تبارك الله عامره. والخيرات اخوتي في الطحطاحة. الجلبان شحال راه داير؟ 10 دراهم. 10 دراهم. هاي الزرودية. اشحال داك الخيار شحال؟ 7 دراهم. الدنجال؟ 6 دراهم. والحرور؟ 10 دراهم. 10 دراهم. الخيرات اخوتي. هاي الطحطاحة. خيرات اخوتي في الطحطاحة. هادشي تبارك الله. الفريز كلشي كاين. تحياتي. أو المزاح الخوت. البرا اديري شويه المدينه. انا وانت صح صديح اقول لهم عندو لي واه واه عندو عمرو لي الطوماط. عمرو لي الطوماط. عطيهم يدو مطلو المليح لي هو هنا. هراو الماتيشة هراو الماتيشة والمليح هراو. الريكا هراو بلا والو. شحال الماتيشة؟ 140 الواليد دا 140 ماتيشة. واحد خيرات اخوتي. اناناس هاي الطحطاحة. والجلبان الخيرات اخوتي. هادي الاجواء في الطحطاحة اخوتي. شوفوا بالبعيد كي راها تبان عامرة تبارك الله. عامرة عامرة بزاف. الخيرات كلشي راه في الزنقة خوتي. كما شفتوا معايا الاجواء في الطحطاحة هي هادي. شفتوا معايا الخضرة الفواكه الخيرات اللي كتباع تما. عدد كبير ديال الناس اللي راهم في الطحطاحة هاد النهار. دوك راني في الساحة ديال الطحطاحة اللي كتسمى ساحة المسيرة الخضراء هي هادي. هادا الخوت في الليل كتكون عامرة بزاف بزاف. كي راك داير مزيان. الله يحفظك. رواح رواح تبان. يلا راك مزيان بخير. اقول لهم شي حاجه على العيد قرب ياك. شريت كسوه العيد ولا مازال؟ مبروك. شريت الله يحفظك باز.
يا اخوتي ساحه المسيره الخضراء هي هذه. هنا هاد البلاصه اخوتي قدام هاد النافوره اللي كاينه كاين الالعاب ديال البزاوز يجيو يلعبوا هنا دوك الواطه المهم، ولكن في الليل اللي كتكون الدعوه عامره اكثر، في النهار شويه، في الليل اللي كتكون الحركه هنا بزاف. اخوتي غادي نمشيو لشارع ابن سينا نشوفوا واش كاين شي حركه تما ولا لا، عارفين في النهار ما كتكونش عامره بزاف. المهم غادي نشوفوا. هذا هو شارع الدهب الخوت. العاصمة ديال البركان هي الطحطاحة، غادي تشوفوا معايا الأجواء كي راها تبان من هنا، الدعوة تبان عامرة بزاف، شوفوا معايا راه الكرارس ديال الخضرة، المهم كلشي كاين. عاد دروك راه شوية بدات تخوى الدعوة لأن الناس راكو عارفين، غادي يمشيو يفطروا، غادي نطلعوا مع هاد شارع فلسطين ونكملوا الجولة ديالنا. بالنسبة لإقليم بركان ومدينة بركان هي مدينة فلاحية بامتياز، كما راكو عارفين الإقليم ديال بركان يتوفر على واحد العدد كبير ديال المساحات الخضراء ديال الأراضي الفلاحية. مدينة بركان أو إقليم بركان معروف تصدير الحوامض في العالم، راه معروفة بزاف، والتشين ديال بركان راه رقم واحد اللي معروف بشكل كبير في أوروبا وفي مجموعة ديال الدول اللي كيتصدر له. وعلى داك الشيء مدينه ديال بركان سميت بعاصمه البرتقال. واحد المعلومه اخرى ان بركان ما فيش غير التشين، في مجموعه ديال الحوايج اللي كيتزرعوا، يعني كاين الخضار كاين الفواكه كاين بزاف، المهم كاين المزاح، المزاح اللي راه كاين في هاد الوقيته بشكل كبير في ديك الطريق ديال زكزل، وان شاء الله في الايام المقبله نحاول ندير شي فيديو تما ونعرفوا بديك المنطقه. وايضا كاين بزاف ديال الحوايج، كاين البطاطا كاين مجموعه ديال الخضار. وعلى داك الشيء المدينه ديال بركان هي مدينه فلاحيه بامتياز وسميت بعاصمه البرتقال، ولهذا السبب كتلقاو هذه البرتقاله الكبيره اللي كاينه في وسط الشارع ديال محمد الخامس، هي هذه اللي راها تبان لكم، وهي الرمز ديال مدينه بركان. واي واحد كيجي لبركان من مدن مختلفه ولا من بلايص مختلفه ضروري خصو يتصور قدام هذه التشينه اللي كاينه في الوسط ديال شارع محمد الخامس.